السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المزارع حسام النسر من خان شيخون، عم نكلس الأشجار من شان الكمبوديس والحشرات والفطريات بإشراف الشباب صيدلية مورك الزراعي. هون الشباب عم يكلسوا الشجر. نحن سنويا بنكلس الشجر، أول سنة كلسناه للجزعة التخين، والسنة عم نعلي مشان يعني نخضع الحشرات كلها، عم نعلي الساخ التخين والرفيع، والشباب يعني متجاوبين معنا بإشراف صيدلية مورك الزراعي. يعني بيرطب الساخ وبيعطي منظر حيوي يعني للكرم، جمال يعني طبيعي، بصير أحسن ومنظر وأحلى وأموره بتصير تمام.